تليفون حاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ببارك لك الحقيقه على الاداء المرموق المحترم والشكل الفني المميز النهارده للاتحاد، وببارك لك ايضا على بقاء نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز بنسبه تصل ل 99.9%. الله يبارك فيك كابتن ابراهيم وكتر خيرك. قبل ما حضرتك تشكرني انا اشكرك على المقدمه المحترمه دي وعلى الكلام المحترم، مش غريب عليك وقفتك مع نادي الاتحاد، فانا فعلا بشكرك من كل قلبي، وطبعا يعني ده مش غريبه. وانا عايز اقول حاجه، يعني فعلا حضرتك لو بتبارك، انا فعلا مبارك النهارده لكل شعب اسكندريه مش جميع نادي الاتحاد بس. النهارده اسكندريه كلها فرحانه، اسكندريه كلها سعيده، الحمد لله. يعني كنا يا رب ان احنا كنا سبب من الاسباب ان احنا نسعد هذا الجمهور، جمهور يعني فعلا يستحق مننا ان هو نقف جنبه ويبقى فرحان ويبقى سعيد، والحمد لله نتيجه الى حد كبير جدا جدا جدا. نادي الاتحاد من سنه 2010 ما كسبش النادي المصري، والنهارده بيكسب النادي المصري بعد حوالي 8 سنين. صحيح. دي اضافه لنادي الاتحاد، اضافه للجهاز الفني، كابتن محمد عمر طبعا والجهاز المعاون، كابتن محمد ابراهيم مدير الكره. انا بارك لهم كلهم بصراحه، بارك للعيبه. انا سعادتي غير عاديه النهارده بالفوز، واتمنى ان شاء الله ان نادي الاتحاد يكون في مرتبه افضل من اللي احنا عشناها خلال من يوم ما تولدت هذا النادي. شفت نادي الاتحاد في وضع ما يصحش بيه نادي الاتحاد، ولكن ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. في الاستوديو التحليلي حقيقه كباتن كابتن فاروق جعفر، واحنا كنا في الحديث عن اللقاء، كابتن فاروق جعفر وكابتن زكريا ناصف والكابتن احمد حسن اثنوا على الاستقرار اللي اتعمل في مجلس الاداره الحقيقه، وانه الدنيا حصل فيها ثبات، وانه اشتغلت حضرتك على الصفقات الجديده، وجبت من الزمالك رزاق سيسي، وجبت كابوريا، وجبت مجموعه من اللاعبين اللي فرقوا النهارده مع نادي الاتحاد السكندري. الامر يرد الى اصحابه، انتوا كلكم عملتوا مجهود كبير جدا جدا، فكل الامر ده مردود لكم. بنسبه قد ايه حاسس انه الاتحاد السكندري موجود خلاص في الدوري الممتاز؟ بس خلينا نتكلم يعني بصوره عمليه. طبعا انا بشكر طبعا يعني جهاز التحليل كل بتاع حضرتك، طبعا ناس افاضل كلهم، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن هاني رمزي، ويعني ما اعرفش مين كان حاجه تاني، ولكن كابتن فاروق جعفر وكابتن زكريا وكابتن احمد حسن. الكابتن زكريا وكابتن احمد حسن طبعا بشكرهم جدا جدا. الكابتن فاروق يعني انا كان ليا لقاء معايا في اسكندريه واتكلم معايا، وهذه نادي الاتحاد ده في مرتبه لازم تكون افضل من كده، فانا بشكره جدا. حاجه ثانيه المهمه، حضرتك بتتكلم على موضوع نادي الاتحاد فضل في الدوري، طبعا يعني الى نسبه كبيره جدا نادي الاتحاد قرب من البقاء في الدوري. وانا كنت سامع كابتن محمد عمر دلوقتي بيتكلم في كلام بيخص هذا الموضوع. احنا طبعا اللعيبه عندها اربع ماتشات صعبين، يعني ما زال لغايه دلوقتي الزمالك، بعد كده عندنا الجيش في اسكندريه، بعد كده المقاصه بره، بعد كده الرجاء في اسكندريه. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه وننهي الدوري بشكل، ده طموحي ان احنا ننهي الدوري بشكل محترم. عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان انا كان في جلسه تجمعني بين الكابتن محمد عمر والكابتن محمد ابراهيم مدير الكوره، وكلمنا يعني في اللي جاي ان شاء الله، وازاي نعدي الدور ده او الدور ده بطريقه ننهي الدوري. النهارده بتكلم انت العاشر. انا عاوز اقول حاجه حضرتك، وحضرتك ممكن يعني انك يعني توافقني على اللي انا بقوله. نادي الاتحاد خسر ست ماتشات، ست نقاط تعادل فيها في اخر دقيقه مباراه. ايوه حضرتك ب 12 نقطه قدام امبي وقدام بتروجيت كمان، انتوا دول الماتشين اللي انا فاكرهم قوي مع الكابتن عمر. يعني لا مع كابتن عمر هم ماتشين ام بي، المقاولين، الاسيوطي في اخر دقيقه من الماتش بيتحسب ضربه جزاء، طنطا. فانت حضرتك بتتكلم في 12 نقطه على 36 نقطه اللي عندك، حضرتك بتتكلم في 48 نقطه. ولكن الحمد لله قدم مشروع فعال، ونتمنى ان شاء الله الخير لهذا النادي. وانا بارك كمان مره للجهاز الفني، كابتن محمد عمر عمل مجهود اكثر من رائع، الجهاز الفني بالكامل، كابتن محمد نور، الكابتن محمد ابراهيم طبعا مدير الكوره، كل الناس يعني فعلا مجهود محترم يثنى عليهم. وانا كمجلس اداره النادي ببارك طبعا بالنيابه عن مجلس اداره النادي وجماهير النادي. طيب انا كنت سامع ان حضرتك عامل مكافآت كبيره تحفيزيه للعيبه. بص، في اتفاق دايما بخط مفتوح بيني وبين كابتن محمد ابراهيم مدير الكوره، وطبعا هو على اتصال بالكابتن محمد عمر، بنتكلم في موضوع مكافآت. احنا عاملين سيستم، السيستم ده احنا ماشيين بيه لغايه نهايه الدوري، والحمد لله ان شاء الله احنا كمجلس اداره ما تاخرناش عليهم في اي مباراه ولا اي مكافاه. اللعيبه كلها يعني ده يعني انا بقول حدث ان نادي الاتحاد بقاله اكثر من سنوات كتيره عمره ما كان ملتزم مع اللعيبه زي ما ملتزم معاه دلوقتي. ولكن مكافاه المباراه طبعا هيكون في مكافاه اجازه، هننسق طبعا مع الكابتن محمد ابراهيم مدير الكوره، كابتن محمد عمر المدير الفني، وان شاء الله بكره في قاعده بيني وبينهم، وان شاء الله نكافئ اللعيبه على قد المستوى اللي قدوه، على قد فرحتهم في اسكندريه ان شاء الله باذن الله.